بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله معانا في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم أنيمال فاكتوري. معانا اليوم أخونا مربي وصاحب محل فهد لديولي أبو خالد. شلونك؟ هلا فيك. ساك طيب؟ سلام. الله يسلمك يا حبيبي. أول شيء الله يبارك لك في حلالك، يبارك بعمرك يسلمك. ثاني شيء كلمنا شلون ابتديت بهالمشوار، متى فتحت محلك؟ إي نعم، أنا بالنسبة حق هالمشوار ما عرفته يعني من أيام الشباب يعني. تمام. حبيت ظليت ان انا اطلب عن طريق كانت هواية يعني كانت هواية بالبداية. تمام. وكنت انا اساسا مربي لهم، بلشت يعني قبل تقريبا 3 سنين أو 4 سنين اسوي طلبات اللي هو الشخصية، شفت ان في اقبال حق المشروع، فتحت المشروع. المحل تقريبا صار 3 سنين، شهر 11 راح يحمل 3 سنين ما شاء الله. والحمد لله يعني. الله يسهل. الله يسلمك ان شاء الله. خلصت اجراءاتك وخلصت شغلك وبلشت اورداراتك برا؟ صحيح صحيح. شلون تشوف الطريقه؟ صعبه سهله؟ لا والله بالعكس، دامك انت تجتهد من ناحيه اللي هو المشروع وقاعد تفكر وعندك. تمام. اشياء جديده بالعكس، يعني الدوله قاعده تسهل لك كل الاشياء او السبل اللي هي مالت التصدير والاستيراد يعني. تمام. فالاشياء وايد سهله، بس عليك ان انت يعني تظل مهتم بالناحيه المشروع، من ناحيه اللي هو حمايه الحيوانات. تمام. تعقيم المكان، تعتمد الكلاب اللي تكون مطعمه. صحيح. معها شهادات النسل، يعني احنا اغلب الكلاب اللي عندنا او كل الكلاب اللي نجيبها كلها معها شهاداتها، اللي شهادات البيدجري، البوبي كارد، الميكروتشيب، كلها تكون جوازات الاصليه كلها مسجله. اي، وجميع الكلاب كلها تكون مطعمه. تمام. اي نعم. زين، شلون تشوف السوق هنا بالكويت؟ بالنسبه حق السوق والله في اقبال. في اقبال. في اقبال. انت على الطلب قاعد يصير شغلك او انت قاعد تجيب تعرض؟ بالنسبه احنا كمحل احنا يكون عندنا كميه متوفره. تمام. بالمحل تكون في عندنا يعني انواع متنوعه، يعني تقريبا 8 أنواع أو 9 أنواع من الكلاب. وفي بعض الناس تقول لك لا والله انا بشكل معين لون معين من هالفصيله، فنقدر نوفر لها اياه. يعني احنا شغالين على شغلتين. نعم. تمام. الطلبات اللي هو الشخصيه، كذلك اللي هي طلبات المحل. عدل. اي نعم. يعني انا اذا ابي شيء والله يجي المحل، ابي مثلا عزكم الله الكلب الفلاني، نقدر اللون الفلاني. بالضبط. يعني احنا الطلبات الاخيره اللي قاعد تصير ويكون في اتفاق بالسعر بينكم. في اتفاق بالسعر، في فاتوره وشيء موثق، وينكتب لك بالفاتوره اللي هي تفاصيل الكلب، العمر، الشهادات اللي راح توصل وياه، وكل المميزات نفسها اللي نتفق عليها بالبدايه هي اللي راح توصل لك. صحيح. اي نعم. انا اشوف ما شاء الله يعني نظافه، ترتيب المحل. شلون تشوف هالشيء؟ بالعكس يعني خاصة احنا هو شيء زين اكيد، بس صعب، لازم تهتم، عناية وايد فيها. بالضبط. لان انت كونك كمحل عندك ناس داخلة طالعة. تمام. اذا محلك مو نظيف، اذا محلك مو مرتب، العالم ما راح فيه. صح. واحنا مكاننا مثل ما انت عارف مجمع، من الامارات يمرون السعودية، ما شاء الله، البحرين، قطر، فلازم يكون المحل مرتب ونظيف. صحيح. واحنا بعد بالنسبه حق التعقيم، احنا نعقم المحل 3 مرات يوميا. ما شاء الله. عندنا اجهزه شغاله اللي هم 3 مرات باليوم. 3 مرات باليوم. تمام. مثل ما انت شايف، يعني اي احد يفكر انه هو بيشتري الكلب او يجيس الكلب لازم يلبس الجلافز اللي هو مال الحمايه. تمام. فنكون مدارين المحل، لان هذا بالنهايه ارواح. صحيح. لازم تكون مداري، حتى اللي بياخذ يعني نفسيته تكون افضل، يشوف الترتيب، يشوف النظافه، يرتاح. بالضبط. 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 اختصيت بنوع معين خالد ولا؟ والله جت لي فتره، يعني احنا على حسب الجو عندنا، لان في كلاب مثلا تكون حق الشتاء، في كلاب اللي تكون حق الصيف. تمام. مثلا في كلاب اللي هي الثقيله اللي هي اللونج هير، هذه يعني احنا نتجنب ما نجيبها خلال الصيف لان الجو يكون وايد حار. صحيح. بالصيف تكون اللي هي الكلاب اللي هي اندور، اللي هي عندنا مثلا البومارينيوم تيكاب، اليوركشاير تيكاب. تمام. الباج، الفرنشات، هذه تقدر تشتغل فيها اللي هو بالصيف داخل البيت تكون. اي، داخل البيت. بلشت عندك الجيرمان سوبر لونج هير، الاكيتا لونج هير، الجاو تشاو، لان هذه كلاب تتميز ان هي تتحمل البروده وشعرها يكون كثيف. ما تتحمل الصيف. لا، ما تتحمل، بس تحتاج حق عنايه اكثر. صحيح. تكييف شغال 24 ساعه، الماي عندهم 24 ساعه. على اساس انها يتحمل شوي الحراره اللي عندنا. نوع انت تفضل ابو خالد؟ والله انا افضل نوع بس ممنوع، اللي هو النوع القوغازي. ممنوع دخوله ولا ممنوع دخوله؟ ممنوع دخوله. النوع القوغازي كلب وايد ضخم، وايد حلو الكلب. شنو اسباب منعه؟ الثروه الحيوانيه، ان تقول ان هذا الكلب ممكن يكون يسجل، يعني يسبب خطر شرس. شرس ممكن. تمام. بس انه كتسجيل بالكويت انه حاله عض او هجوم، لا نهائيا.
ودائما احنا نقول الكنترول عند صاحبه يعني. بالضبط بالضبط، هو بالنهايه على تدريبك، لان احنا صح اغلب على التعليم اي اغلب الكلام قاعد نحطهم بالبيت يعني، مو قاعد نحطهم مثلا اللي هو بمزارع او النقابات اللي صح. تكون وايد شرسه، بالعكس يعني الاغلب كلها تكون بالبيت ومختلطه مع العالم يعني. يلا بتكلم عن منع كشراسه، انا اقدر اقول مثلا اي كلب اقدر اخليه شرس؟ اي كلب تقدر تخليه شرس يعني، احنا بالكويت عندنا تقريبا 16 نوع ممنوع. صحيح. واذا بتشوف الانواع الممنوعه هل في سجل ان هذا الكلاب عضت احد؟ ما في شيء. هجمت على احد؟ لا نهائيا ما في ولا حاله. حاله واحده، عطني حاله واحده مثلا نقول غوغازي دييغو ارجنتينو عض احد، الاباي عض احد، لا يعني ان شاء الله بالمستقبل ينظرون حق هالموضوع ان شاء الله وبالعكس يعني يغيرون فيه. بالعكس بالعكس، لان مثل ما ذكرت النهايه بالكنترول بيت صاحب الكلب اكيد صح. يعني الكلب ما يعض من هنا الطريق الا انت لما تعلمه. تمام بالضبط. بالنسبه شوي نتكلم على الاسعار. بالنسبه حق الاسعار والله احنا قاعد نحاول. انت يعني اسعارك تكون مثلا تقول والله انا يترتب سعري على المنتج اللي قاعد اخذ منه مثلا. بالضبط بالضبط، وكذلك على المستوى اللي يبي الشخص. يجي لك شخص والله يقول لك انا ابي كلب يشارك ببطولات، ابي كلب مثلا الاهالي يكونون كلهم ابطال ابي مستوى بطولات صار. مستوى بطولات بشارك فيه بطوله، فتلاقي ترتفع التكلفه شوي. طبعا. لان اساسا حتى المصدر اللي بشتري منه او الكنل اللي بيوفر للكلب هذا راح يكون كلب غالي، راح يكون سعر عليك غالي. نعم، واحنا يعني نبلش بالاسعار على حسب الباكج اللي عند الزبون. مثلا والله يجي لي زبون انا عندي والله ميزانيتي 600 650، نقدر نوفر له الكلب وهم الكلاب كلها اللي توصل عندها كلها تشامبيونز، بس تختلف من ناحيه مستويات. المستويات بالضبط بالضبط، كنقول مثلا كجماليه بالضبط بالضبط بالضبط، كاهالي كل هذه تنحسب بالضبط. وهم احنا كاتفاق يعني من ناحيه الزبون. تمام. تشوف صور الاب، صور الكلب، اليورو، ندز لك فيديو عنه على اساس انك تتاكد ان هذا هو اليورو هذا اللي راح تختاره، ونفس الكلب اللي تشوفه بالفيديو هو اللي راح يوصل لك. تمام. اي نعم. زين الاستيراد هناك نفسهم يعني نقول المنتجين؟ نعم. اللي قاعد تاخذ منهم. نعم. شلون تعاملك معاهم؟ تشوفها سهل؟ في ثقه؟ وايد. هم بالنهايه هم يخافون على سمعتهم كمزارع كنالات منتجه، لان هذه تعتبر كنالات عالميه. تخاف على سمعتها، هي ما تبي تشتغل معك مثلا مره واحده وخلاص. اكيد. هي تفكر ان انت تكون تكسبك لقدام. تكسبك لقدام، فهم كثر ما يقدرون يحرصون على كل انواع الكلاب اللي توصلنا، من ناحيه الامراض، من ناحيه التطعيمنا كلها مطعمه، الشهادات الصحيه. فيوصلك الكلب الحمد لله يعني لا يعاني من امراض، لا يعاني من شيء، تستلم الكلب من احسن ما يمكن. طبعا شهادات كلها يعني مصدقه. معتمده نعم، والشهادات الصحيه احنا نسلمهم حق المطار اللي هو عند البيطره بالمطار على اساس يتاكدون من خلوها من الامراض. صحيح. وكذلك يشوفون تطعيم الكلاب لانهم يصورون الجوازات ويخلونهم عندهم، فتلاقي ان انت ترقد بامن يعني، تستلم الكلب من احسن ما يمكن، ما يعاني ولا مرض ان شاء الله. ما شاء الله. اي نعم. وعلى طاري المطار في صعوبة عندنا هنا بالديرة؟ لا 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 ولا متسهلين؟ لا لا لا، بالمطار إذا أنت شغلك سليم أوراقك كلها كاملة بالعكس وايد زينين، وكلهم شباب كويتيين وشقردية يعني ما يقصرون مع أحد. كمرحلة يعني حجر صحي حجر صحي أهم شيء، أوراقك كلها تكون كاملة، رغم الشريحة نفسه يكون مطابق حق رقم التصريح اللي أنت يكفيه الكلاب، أوراقك كلها تكون كاملة، جوازاتك تكون كاملة على أساس أن أنت لا تدخل يعني مشكلة أو أن أنت تتعطل، وبالنهاية أن تكون أنت الغلطان، لان شباب المحاجر اللي هم البيطره يبون يخلصونك. اكيد طبعا بيخلص شغله. اكيد بالضبط بالضبط بالضبط. انا اقصد يعني مثلا انا مو محل، انا شخص وطلبت. صحيح. وصل عزم الكلب الكويت معاه اوراقه وشغله كامله. صحيح. هل يقعد عندهم؟ لا 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 لا، مجرد انه اول ما يوصل الكلب تقدم لهم التصريح اللي هو طلعته من الصحه الحيوانيه، من الثروه عندنا اليوم. الثروه الحيوانيه. اي نعم، تودي لهم اياه وتكون معك بطاقتك المدنيه، صاحب العلاقه نفسه يكون موجود، راح يطلع المفتش يكشف على الكلب ويتاكدون من رقم الشريحه هل هو مطابق حق اللي هو التصريح. صحيح. عقب يخلصونك يعني، ممكن هذه المرحله تاخذ لها ساعتين تكون انت يعني انت في نفس اليوم نقول خالص ما راح تقعد. لا 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 ما تطول يعني، بالكثير ساعتين انت مستلم كلبك خالص. تمام. بس احنا شوي التصاريح الشخصيه، لان يعني مثلا قاموا العالم الروت ممنوع. تمام. فتلاقي يسجله باسم ثاني ويخرب يعني على نفسه. غير ممنوع. اي يخرب على نفسه، فهذه الاشياء احنا نتجنبها يعني مثلا. صحيح. كلب ممنوع نهائيا، انا ما افكر ايه. ما ادش في نقاش خلاص. لا 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 لا، كلب ممنوع نهائيا ما افكر ايه. زين ابو خالد كلمني عن ادلام اشتراكي
المايكرو تشيب نفسه هنا. يكون في اليورو نفسه من اول ما تشتريه، اول ما يعني قبل ما يسافر عند الشلب يعني اقصد العمر اللي يركب فيه، يعني من شهر ونص شهرين يركب فيه المايكرو تشيب، لانه تكون في ابر معينه يعني راسها صغير على اساس انه حتى لو انقزت في الشلب ما تعور تمام. احنا لازم كل الكلاب اساسا ما تقدر تطلع التصريح من الكويت الا اذا كانت الكلاب فيها شريحه. قبل احنا كنا نمشي على التاتو اللي يكون موجود على الكلاب، حاليا وقفوه، قام يحطون له الشريحه على اساس انه تضمن انه مستقبلا ضاع كلبك تعرف انه مسجل بالرقم. بالضبط. ايش رايك بالمنتجين بخالد الكويتي؟ والله الشباب قاعد يجتهدون، قاعد تشوف شيء حلو. والله في كذا شخص قاعد ينتجون، يعني عندنا احنا مثلا الروتات اللي هي قاعد تمنع الفتره اللي طافت، في انتاج وايد حلو عندنا في الكويت، في الجيرمن قاعد ينتجون شباب، والله يعني مو مقصرين شباب قاعد يشتغلون. ما تفكر تاخذ من المنتج من والله الكويتي. احنا ندعم، يعني مثلا اذا شخص عنده شيء حلو، شيء مسجل ومطعم، احنا نقدر نعرضه له بالمحل، ما عندي اي مشكله. ما في مشكله، لا 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 بالعكس احنا نساعد اخواننا، تعرض لهم اي عاد وبدون مقابل بعد. زي بتكلم ابو خالد على الامراض، شنو مواجهك؟ يعني انت ما شاء الله الحين صار لك بتكمل ثلاث سنين. نعم. شنو المشاكل اللي عندك؟ اذا بتوخر عن المشاكل، اهم شيء عندك كلاب لازم كلها مطعمه. تمام، لازم تكون كلها مطعمه وتمشي على التطعيم. في اشياء ممكن يقفلون عنها البحر، اللي حبوب الدود. اذا ياك مثلا الدكتور البيطري وقال لك اخذ حبه الدود حق الكلب سعر الحبه بدينار، تمام، ضروري لازم تعطيه حبه الدود، ضروري. احنا ممكن نطعم بس ما نعطي دود، ما يصير. لازم تطعم وتعطي دود، التطعيم تمشي عليها بالضبط، لا تحاول ان انت تغير التطعيم. اي تمشي على الجدول نفسه اللي يعطيك اياه الدكتور. المكان لازم يكون معقم، مكان الكلب اللي قاعد فيه اي لازم يكون معقم، بين فتره وفتره لازم تعقم المكان. صحيح. هذا بالنسبه حق الشخص، احنا كمحل لازم احنا ثلاث مرات في اليوم يعقمون المكان. ما شاء الله. ممكن في شغله هذه تزعل، انه يجيك والله مثلا شخص يقول لك انا بمسك الكلب، احنا بالنسبه لنا لا، هذا شيء خطر. صح، لان انا ما ادري ممكن يكون رايح مكان ثاني وجايس كلب، ويجي يكون جايس الكلب اللي عندنا ينقل عدوى. اي ما ادري شنو الكلب، مثل ما قلت قبل شوي لازم الجلافز شغل عشان اذا بيشتري بالضبط يتاكد ويشوف بالضبط. فهذا اللي احنا قاعد نتبعه على اساس ان احنا نتجنب نقله الامراض. عندنا اجهزه تكون شغاله بالمحل 24 ساعه اللي حق تعقيم الجو. كذلك في شغلات عندنا اللي هي احنا نسميها اللمبه الوقائيه، هذا احنا نشغلها. هذه شنو خالد؟ اللمبه الوقائيه هذا تصير تحت الاشعه البنفسجيه تقتل لك اي ميكروب يكون موجود عندك بالمحل، بكتيريا او اي شيء. احنا نشغلها مره واحده بالشهر على اساس انها تكون تقتل لك اي شيء مستقبلا ممكن يكون عندك، ممكن يكون فيه ما تدري عنه. بالضبط. فاحنا نتجنب، لان مثل ما انت عارف هذا محل ممكن كلب ينعدي كل الكلاب، ترى خساره على المحل. بالضبط. فاحنا نتجنب هالاشياء بهالسوالف اللي احنا قاعدين نسويها. ما شاء الله. شلون على علفكم خالد؟ احنا نوكل رويال غير ما نوكل، لان اساسا احنا قاعد نمشي على الخط هذا من جميع الدول اللي قاعد نستورد منها، هم قاعد يوكلون على نفس الاكل هذا. نفس الاكل. اي نعم. وتشوفه شيء زين، وايد زين الاكل، وايد قوي، يعني قيمته تتكلم قيمته الغذائيه عاليه، قيمته الغذائيه عاليه، سعراته حلوه. عزك الله الكلاب تحب الاكل هذا وايد. تمام. لان اساسا يكون في مثل النكهه فوايد يحبونه، وريحته يعني يتقبل على طول. سعره مناسب تشوفه ولا؟ سعره شوي غالي. تمام، بس يستاهل نقول. بس يستاهل، لأن أنت تضمن شيء. صحيح. هم أنا أنصح في الأشخاص اللي يشترون كلب مثلاً، إذا أنا وصيتك على أكل معين، امشي على الأكل. مثلاً أنت شاري الكلب ب 600، ما راح تستخسر مثلاً 30 دينار تشتري حق الأكل. ممكن يعطونك أكل ثاني سعره 25، ما فرقت 5 دنانير. صح. تغيير الأكل هذا بروحه ممكن يذبح الكلب. لأن تغيير الأكل يذبح الكلب إذا غيرت أكله. لانه عزك الله راح يدخله بمرحله اللي هو الترجيع، الاسهال، ينشف، تغير على الاكل. بعدين ما يعني انت بغنى عنها. اي فمن اول شيء انا اوصيك على نوع اكل معين خليك عليه، على خط واحد احسن لك اضمن لك. اذا فكرت تغير الاكل بعد 5 شهور 6 شهور تقدر شوي شوي تدرج له الاكل. بالضبط. تمام. انا قاعد اشوف بعد بالمحل ما شاء الله في قطاوه. اي نعم. مو بس تشلاو. صحيح. كلمني على القطاوه. القطاوه احنا نستورد جميع الانواع. تمام. السكوتش وايد حلوين. وفرنا الفتره الاخيره اللي هو نوع السفنكس. السفنكس اللي هو القط الفرعوني. فرعوني عدل. هذا حق الناس اللي تعاني من الحساسيه، لان هذا اساسا يعتبر قط بدون شعر.
ونستورد جميع انواع القطط احنا بالنسبه لنا. تمام. وجميع انواع القطط تكون عزك الله مثل الكلاب، معها جميع الاوراق، المستندات الرسميه ومسجله الشهادات. حبيت ان انت تشارك فيها بطولات مستقبلا تقدر تشارك فيها. ما شاء الله. ايه. بالنسبه حق الفرعوني نقول انا اشوف انه يعني ما شاء الله اكثر من مستوى، اكثر من نوع، بس ما يعني ما في ناس وايد ما تعرف مثلي انا. اسعارها مختلفه، وايد اسعارها مختلفه. قاعد اشوف في اسعار يعني يمكن عن نفسي انا اقول مبالغ، مكلف، وايد مكلف. اي يعني اسعار تبلش نادر، هو نادر، نادر، وايد نادر، وايد نادر. ومثل ما ذكرت لك يمتاز اللي هو بالنسبه حق ما في شعر. نعم، انه ما في شعر حق الناس اللي تعاني من حساسيه، امراض مزمنه، هذا ما في شعر. صح. واسعاره متبلش يعني من 600 وصاعد. من 600 وصاعد. ما شاء الله. وتفرق الالوان، كل ما صار في اكثر من لون كل ما ارتفع سعره اكثر. يعني شنو جمال، يعني نقول شنو جمالياته ابو خالد؟ لونه. الوان. لونه لونه لونه، وصغر الراس كل ما كان راسه صغير. يعتبر من حبه الجمال. نعم نعم نعم. ما شاء الله. سأل الله يوفقك ابو خالد. ان شاء الله. والله يعطيك العافيه ومشكور على استضافتك لنا. الله يسلمك. كلمه اخيره تحب تقولها؟ قواكم الله يا شباب. الله يقويك. ما قصرتوا. الله يجزاك خير. ما سوينا. مشكورين على هالمجهود. شكرا لك ابو خالد. شكرا لكم. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. مع السلامه.